ظروف باهية الولاد كله جروب مع بعضنا خدمنا بالباهية سي وسيم والستاف الكل وصف ميديكال عاوننا باش نريكوبيري بالباهية ونخدم ستاج باهي الناس كلها تعبنا في نضحي وهالجماعتين اللي حزاري قبل بريباريس قبل أول ماتش اللي هو الكاسين بيز امبورتون إن شاء الله الولاد الكل نكونوا حاضرين على أول ماتش والثاني ماتش وإن شاء الله ربي يرجعنا خير إن شاء الله نعود لكم إن شاء الله بعام باهي طلوع إن شاء الله.